يعرفوا ولادنا واش حيين واش ميتين. الا ميتين يجيبوا لنا الجثه حنا مقبلين وما ينشوفوه حيين بينا. رحنا توحشنا راه 3 شهور هذه وحنا في العذاب. ولدي عنده 20 عام باقا بغيت نولد قد هذاك الولد. انا بغيتو يخدم عليا اي صيفطو اللي شدوني انا في الحبس. انا ليش صيفطو شدوني يطلقوا لي ولدي. انا صيفطوا لي ولدي وشدوني انا في بلاصتي. انا يطلقوا لي ولدي وشدوني انا في بلاصتي. راه كنت عذب راه عيشه معيشه راه حاله محاله راه حنا كنموتو مشيت ولادنا. حنا السمسره ما تشدوش باش يقولوا لنا ولادنا فين كاينين واش دخلوهم واش باقيين في البحر واش خارجين واش باش تدو السمسرة. واش ثلاثة غلب الدولة كاملة ثلاثة اللي بغيناو يتشدو غلب الدولة باش يقولنا ولادنا فين كاينين. علاش هما تيبقاو مطلوقين علاش؟ ومشينا عند العامل وقالنا غيكون خير 10 أيام ومشينا نعسنا وقلنا لاباس غيكون شي حاجة. ملي مشينا عندهم ما كاينش اللي يستقبلنا ما كاينش اللي يدخلهم. وهادشي اللي بغيت نقوله بنيتي دابا 3 شهور ولاد العطاوية دابا 3 شهور حنا كنتألموا حنا كنموتوا نهار بنهار. هما ما عرفناش جاري بهم حنا كنموتوا نهار بنهار. جيت انا حنا العائله ديال العطاويه وقليم قلعه السراغنا. حنا 51 طفل هاجروا في نهار 11 في شهر 6 وهاجروا لاكادير وداهم الحراقه ومن ثم ما كنا سمعنا لهم اخبار. نهار 3 ايام ما كنا سمعنا عليهم اخبار. 51 دري كلها مشات ما كنا عرفناها لا حيه ولا ميته. ملي بلغت 3 ايام قال لك سيدي راه الدراري راهم خرجوا راه على سلامتكم راه الدراري راهم خرجوا. من تما ما كنا سمعنا عليهم اخبار. نهار 6 ايام درنا مشينا ذكرارينا بالدراري عند البوليس في العطاويه. وعاودنا مشينا لمراكش ذكرارينا عند البوليس. عاودنا ثاني جينا ثاني لعند هنا للدار البيضاء ذكرارينا عند البوليس ثاني. جينا هنا للرباط هنا درنا وقفه هنا ودخلنا شكايه هنا. لا من جاوبنا لا في القلعه ولا في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا في العطاويه. هاد الناس ما عرفنا كيفاش. حنا ولادنا مختفيين ما عرفناهم واش ميتين ولا حيين ولا مكذوبين ولا داتهم شي دوله ولا بايعينهم للبوزاريو ولا ما عرفنا لمن فين كيف طلع هاد الدراري. الغياب مدة 3 شهور قل 8 قل 7 ايام. اليوم 5 نهار 11/6 نهار 11/6 مشاو الدراري لاكادير نهار 11/6. واليوم حنا كنطلبوا من هاد المسؤولين يوريونا هاد الدراري الا كانوا ميتين نمشيو بحالاتنا. ما باقي نصدعوهم هما ونمشيو بحالنا. ما باقي نوقفوا عليهم ما باقي نزورهم شي اداره وتقول إلا كانوا باقيين حيين يعطيونا الخبر بالله راهم باقيين حيين راهم مشدودين في دولة ولا شادهم الحراك في بلاصة ولا شي حاجة. راه خصهم هما اللي يبحثوا. راهم مسؤولين علينا ومسؤولين على كل شيء. راهم مغاربة هادو ماشي جاهم شي بلاد. واليوم كنطالبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير يبقاو فيهم هاد الأسر. هاد الأسر اللي كانوا يتباكاو ليل ونهار. كان اللي مات كان اللي يتعوق كان اللي ولا تسطى عاد غادي غير في الطريق ويدوي. لا ماكله لا شراب لا عيد لا والو. كان اللي تسلم في المركوب باش جاهنا الرباط. كان اللي طلبوا كان اللي ركبوا غير المحسنين. وحنا جينا امام الرباط المحكمه العليا زعما المحكمه العليا اللي جينا باش يوريونا ولادنا فين كاينين. الا ميتين نمشيو بحال هذا ما باقي نصدعوهم لا هما لا غيرهم. الا هما باقيين حيين يشوفوا لنا ولادنا فين كاينين. راهما زعما راه محكمة وديمقراطية والله ينصر سيدنا. ودابا هاد الناس خصهم يحلوا معنا في أي محكمة مشينا لها أي بوليس كيسدوا علينا ما كيستقبلوناش كاع. ما عرفناهم ميتين ولا حيين. بغينا هاد الناس المسؤولين يتعاونوا معنا. رحنا ما عطبنا وعينا رحنا فقدنا الذاكرة. راهم راكبين 14 واحد في الفلوكة. راه واحد الأب ديال واحد جوج خوت راه مات من وراهم. وحنا رحنا فقدنا الذاكره رحنا ما بقيناش عايشين حياه عائليه ما بقاتش عندنا. حنا بغيناكم تحدوا معنا هذا المشكل. وانا عارفهم ميتين نعرفوهم بغيناهم حيين بغيناهم يتكلموا معنا بغينا عام وكلمه عاد عنهمدوا. رحنا في الدوار عايشين راه حياتك كتخرج كتريح تجمع كيسوق لك واحد كيقول لك كي داير النظره الدراري كتقول لي
راهم في البرتغال كيقول لك ويلي تراك ماتوا، وكتفقد القلب ديالك كيبغي يحيد. راه اش غنقول لك، راه حياه صعبه، عايشين حياه لا يرتى ليها. الام ديالهم راه مريضه، راه ما جات لا جايبه الدنيا اخبار. والله العظيم لا خرجت مع الربعه ما جابش الدنيا اخبار كاع، راه ما بقات فقد الذاكره، راه ولات عم خطوطه كي الامانه. الام ديالو والام ديال خويا الوالده، راه حنا عندنا ثلاثه، ما عندناش واحد، ثلاثه اشخاص والو، شي حاجه ما سمعناها ما كايناش. بغيناكم تعاونوا معنا، كنطلبوا من وزاره الخارجيه التعاون معنا، كنطلبوا من العداله التعاون معنا. رحنا حياه عايشين حياه، راه ديروا ولادكم في ولادنا بحال، راه دير ولدك حتى خاصك عن نهار، راه كي كتروح كي كتبات عاده اللي فاقت 3 سنين وقرات عيا الاولى باك، الاولى باك غلب عليها الفقر، هما المعدل ديالو طالع، ولكن غلب عليه الفقر، ما صاب باش يكلم غالب الله، عطى راسو الفلوكه. وقوا الشباب اللي كانوا يقراو معاه 14 واحد كلهم مع الشباب على القاري، راه ما كاين فيهم لا مشاكل لا والو. والسلام عليكم. كنطلب من المسؤولين يتعاونوا معنا، يتعاونوا معنا في هذا الشيء، هذا الحل، هذا نعرفهم فين كاينين. هذا هو المطلوب من المسؤولين اللي كنطلبوا منهم، الله يرحم والديهم، كنطلبوا منهم يعاونونا. رحنا الغالب الله، رحنا تغلبنا، راه والو ما تلينا عرفنا كاين لا في السماء ولا في الماء، تا روسنا حنا ما تلينا عرف روسنا فين كاينين، راه ما تلينا حنا الغالب الله، راه العيشه كنلقطوها عبد الزز باش كنعيشوا، باش كنعتقوا عروسنا، هما العيشه راه ما كايناش، راه حرارت علينا العيشه، رحنا حياه راه انا بعدا عندي ربعه الخوت ما تليت كنهضر مع حتى واحد فيهم والو، من جيت هذا المشكل هذا صافي. ولينا كل مدي عفراس وما تلاقي، علاش بغينا نجبدوا هذا الحزب كاع؟ باش ناثروش على الامهات ديالهم، ما بغيناش ناثروا على الامهات ديالهم، ما تليناش كنجبدوا هذا الشيء وسط الدار. واش ثلاثه خارجين من دار وحده عباد الله، ما عرفتي محيين ولا ميتين، وكلهم قراوه تعياو، ماشي شي ناس مشردين ولا شي حاجه، ناس جاهزين وقارين مثقفين، وبغاو يحاربوا الفقر، ولكن الغالب الله. هما حاربونا حنا، فقدوا لينا الذاكره ديالنا.